السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد ولا جريمة جديدة من جرائم الواقع الهولندي. أولا الشكر الخالص لكم جميعا على دعمكم لهذه القناة. إذا ما كنتش مشترك شرفنا بشاركتك، ما تنسوناش باللايك، ما تنسوناش بتعليقكم المحفزة. نبدأ قصتنا. قصتنا اليوم هو على واحد الشابة مغربية الاسم ديالها إلهام، 36 سنة، مزوجة بواحد السيد الاسم ديالو قاسم. هاد قاسم هولندي ولكن الاسم الحقيقي ديالو كاسبر إلياس كاسبر. تزوج العمر ديالو 62 سنة، تزوج بإلهام في المغرب وجابها لهولندا. هاد قاسم واحد النهار تيمشي عند الشرطة وتيعلن باختفاء الزوجة ديالو إلهام حوالي 4 أيام ماضية، يعني بالضبط نهار الحد 10 يناير 2010. يعني قال هذه 4 أيام باش نهار الحد الخميس عاد مشى بلغ تبليغ بالاختفاء ديالها. تيقول داك الليلة مع تسعود اللي كان جالس وراء الكمبيوتر ديالو وتسمع الباب تحلات وتشدات، ولكن ما شافهاش فاش خرجت، ولكن سمع الباب تشدات. وتيقول حتى الباسبور ديالها ما كاينش. المهم خدات الشرطة الأقوال ديالو، ولكن ما كانش تماك شي إنذار على اختفائها، يعني داروا تصويرتها في صفحة المختفون وما كانش شي يعني شي اهتمام، قالوا بأنها منيرة مشات لراسها. المهم ولكن عندها واحد الصديقات ديالها يعني ما اطمئنوش لهاد الاختفاء ديالها، مشاو بلغو داروها في واحد حلقة ديال المختفون في التلفزيون. ومن بعد اسبوعين بعد جوج سيمانات عاد الشرطة دخلت، قلنا يعني الشرطة عاد دخلت لان الشكوك كلها كتحوم حول الاختفاء ديالها، لان تيقول الليله اللي اختفت فيها يعني كانت ذاك الليله من اصعب ليالي شتاء 2010، كانت عاصفه ثلجيه، وسائل النقل منعدمه، خرجت تيقول بلا الياس ديال بلا الجاكيطه ديالها، بلا الفلوس، مخليه ولد موراها في عمره 14 شهر عام وشهرين. يعني هاد الاختفاء ديالها ما يمكن شي واحد يخرج ذاك الليلة هكا، وربع أيام عاد تم التبليغ على الاختفاء ديالها. المهم شي غريب، يعني الصديقات ديالها منين نشروا الخبر ديالها في ذاك الحلقة المختفون، الرجل ديالها ما بغاش يبان معاهم، يعني ما بغاش يدير شي مقابلة تلفازية، ولكن وعد باش نسر الصور ديالها تعلقوا يعني برا في الحيوط في المحطات على اختفاء الزوجة ديالها. وكيف قلنا الصديقات ديالها ما كانوش مرتاحين، لان كانت تتعاود لهم بان يعني في الايام الاخيرة يعني استحالت العيشة بيناتهم وكثرت المشاكل بيناتهم، كتقلب على الطلاق، باغا تطلق معاه باي وجه كان، لان ما مرتاحاش معاه، ما سعيدش معاه، وزيد عاد تيستولي على الفلوس ديالها اللي عندها شي فلوس في البنكة تياخذهم لها. ومن داك الوقت هما ما كيشاركوش غرفة النوم، هو تينعس في غرفة النوم وهي ولات تنعس في غرفة الضياف. وكتقول واحد الصديقة ديالها بأنها 5 أيام قبل من الاختفاء ديالها كانت رجعت من ألمانيا عند واحد الصديقة ديالها ورجعت باش تاخذ حوايجها، ولكن قاسم هددها باش ما تاخذش الولد، ولا بغات تمشي بوحديتها، المهم الولد ما تاخذوش. المهم هنا بقات الشرطه مراقبه، يعني مراقبين التحركات ديالو، الى حتى تيجي واحد اليوم اللي هو الاربعاء 27 يناير من نفس السنه، يعني اسبوعين على الاختفاء ديالها. تيشوفوه يعني على بعد 8 كيلومتر من الدار ديالو، نزل كروزا دولدو. المهم تلقى واحد شكون واحد السطول ديال الازبال ورمى داك الشليه اللي رماه تماك،
الشرطه من مراقبه خلاوه مشى واحد فيهم وجبد داك الشيليرما. شنو تيصاب؟ تيصاب واحد الميكا ديال السوبر مارشي وفيها واحد الطريف ديال الثوب. هذاك الطرف ديال الثوب من الافريشه اللي كيديروا فوق سرائر النوم. المهم هو باين مغسول ولكن عليه شي بقع الدم. هذيك البقعة ديال ولا البقعة ديال الدم كتطابق مع الحمض النووي ديال الالهام، مع الدي ان ا ديال الالهام. ملي سولوه يعني فين علاش غادي 8 كيلومتر باش ترمي هذا الزبل، قال لهم يا كان عندي قديم وهذاك ديال الكوزينه وداك الدم الا كان جرحات شي مره فيه، ودابا بغيت نرميه تما كاينه ما صابو يا يعني وتيهز كتافو هكا يا ما عارفش حتى كيف قلنا حتى الاختفاء ديالها. يعني قال لك كان جالس مور الكمبيوتر تسمع الباب تشدات كيف يعقل. المهم كيف قلنا ملي لقاو داك الطريف ديال الثوب هذا، هذيك الليله تلقى عليه القبض، والمفاجاه هي ملي كيمشيو للدار. ملي تيمشيو للدار يعني كيطلعوا للغرفه فين كتنعس الهام اللي هي غرفه الضيوف، كيلقاو اثار الدم يعني كلها تماك. واخا تمسحات داك اثار الدم، الشرطه العلميه عندهم واحد المسحوق غير تيرميوه على داك الشيء مع واحد الضوء كيبين اثار الدم واخا تكون تغسلات ولا تمسحات. المهم تلقاو اثار الدم يعني فوق في السرير فوق الراس ديالها، يعني في الجناب ديال السرير حتى هو كيف كتشوفوا هاد البقع الزرقاء راه هذاك هو الدم ديالها. ولكن المشكله ما تلقاوش في السرير يعني في الناموسيه ما تلقاوش الدم، ما فيها حتى بقعه ديال الدم. وحتى الخديه تلقاو يعني الخديه اللي كتكون تماك ماشي هي الخديه اللي تلقات. هذيك الخديه اللي تلقات تكون يعني على في الصالون على الفوتوي ولا ديك الخديات الصغار. وتلقاو ما بين الدروج والبيت الضياف اللي كانت تنعس يعني اثار الدم، باينه تمسحات داك اثار الدم وكان عليها داير عليها واحد الطابيت مخبى داك الشيء. ولكن واخا مسح ولا غسل داك الشيء بقى اثار الدم باين بان شي حاجه تجرات من تما كاينه. وفي الحمام تلقاو يعني في سلك المهملات تلقاو طرف من الشعر ديالها. وكيف العاده ما نسولوه ما تعرف حتى شي حاجه لا على الشعر ولا على الدم. يعني الشعر قال لهم يا ممكن حيدات داك الليله. الدم يقول لهم قال لهم يعني اثار قديمه ولا شوف انا ما عارف والو. المهم هو ما عارف والو، ما تزيرش خصو يتزير. ومن تماك مشاو للبحث في التليفون ديالهم وفي الكمبيوتر اللي كاينين تما كاينه في الدار. والمفاجاه هو تلقاو بانه كان تيقلب على سرير النوم على ناموسيه يعني نهار من بعد الاختفاء ديال الالهام. المهم قلب في احد المواقع على السرير، لان كيف قلنا السرير صعيب، البقعه اللي غتكون عليه ديال الدم صعيب باش تغسلهم، فلهذا مشيت يقلب على سرير اخر. المهم مشى هو واحد الصديق ديالو داه شرا داك السرير وجمعه. والصديق ديالو تيقول بانه ما خلاهش يطلع معاه السرير للفوق يعني للطابق الاول، وحتى على السرير القديم ما قال له ما باغي يرميه، ما يعني ما بغاش حتى هو يوريه له. وتا داك الصديق ديالو ما شافوش هادشي اللي جا على شهادة الصاحب ديالو اللي مشى معاه يجيبو السرير. ومن سولته الشرطه على داك السرير يعني فين علاش بدلتيه، قال لهم يا عندي حريق الظهر ما تنقدش على داك الشيء علاش بدلته، على عين بانه هو تينعس في غرفه النوم ما تينعسش في غرفه الضيوف اللي كانت تنعس فيها الهام. المهم اشنو درتي بالسرير القديم؟ قال لهم كنت غادي نرميه في البلديه ولكن جاتني خصني نخلص 10 اورو جاتني غاليه، فلهذا قطعتو طرف ورميتو. شحال قطعتي من طرف ما عارفش، فين رميتيه؟ يا في هاد البلاصه ني مشاو ما لقاو لا سرير ما لقاو حتى شي حاجه. المهم في البحث ديال البيت
كيلقى واحد جوج رسومات يعني للمرأة، يعني بحال نقولوا هذوك مصاوبهم هو الإلهام، هو رسمها هكاك. وكان تيوضح حرام تيبحث في الانترنت يشوف يعني الوزن الجوتة شحال فيه، يشوف كيفاش يتقطع كيفاش يفصل. المهم ملي قالوا له واش كدير بها، قال لهم الزوجة ديالي كانت باغا تنقص من الوزن، وكنا كنشوفوا كي الطريقة اللي غادي ناخذوا بها الحمية الصحية باش نقص من الوزن زعما. المهم تعرضوه على واحد اخصائي الامراض النفسيه، وكيجي في التقرير ديالو بان قاسم انسان ذكي واناني وسريع الغضب. بما المهم واحد النقطه، هاد قاسم قبل ما يتزوج الهام كان فايت مجوج بثلاثه النساء هولنديات، ولد معاهم خمسه الفتيات خمسه البنات. المهم كيف قلنا ملي جا في التقرير ديالو بانه يعني ذكي واناني وسريع الغضب، فايت شهر مسدس على احد طليقاته يعني كان هددها، هذا من سرعه الغضب اللي فيه. المهم في البحث ديال الكمبيوتر تلقاو السي قاسم كان تيبحث في جوجل على واحد السيده اللي الاسم ديالها إليزابيث. هاد الشخصية يعني من أشهر المجرمين اللي دازوا على مر التاريخ، وهي واحد سيدة هنغارية في القرن السادس عشر، عندها على ما يقرب 2000 ضحية، وكان من أنواع التعذيب ديالها يعني ملي كتقتل جثة كتقطعها طرف طرف، وكيتصاب منزل كذلك خمس حلقات من واحد المسلسل، يعني مسلسل الجريمة اللي هو مسلسل أمريكي معروف ديكستر. هاد الشخصية هو تيكون بوليسي، ولكن عنده انفصام في الشخصية، النهار بوليسي وبالليل تيجيب ضحاياه وتيقطعهم وتيعملهم في أكياس البلاستيك وتيرميهم في الواد، وبالنهار يعني ها هو شرطي عادي. وهذا صاحبنا قاسم علاش كان تيقلب بالضبط على هاد المسائل. المهم تلقاو عنده يعني بعض هذا عند قاسم في الدار، تلقاو عنده بعض اكياس تما كاينه ديال الزباله، يعني لفتين من اكياس الزباله ماشي منهم 12، وتلقاو عنده يعني كاينه النعاس حبوب النوم ولاصق، وهذوك جوج لفات الاكياس اللي كان شرا تيقول يعني اللي كان مول القصة بان قاسم داك النهار كان متضارب، راه حانوت كتمشي له دائما يعني راك معروف كل نهار كتجي تشري راه معروف، ولكن داك النهار كان بالضبط متضارب. وكيلقاوه يعني حتى في الانترنت تيقلب على واحد المنشار الي يعني ديال التقطاع بحال تيكون عند الجزاره، ولكن ما تصابش عنده داك المنشار. ولكن مع البحث اللي تجرى على يعني على الكمبيوتر وعلى الهواتف كيتبين المكالمات الاخيره اللي جرات الهام في داك النهار اللي هو نهار الاحد 10 يناير. المهم هذاك النهار على الساعه الواحده نهارا قاسم كيستقبل واحد الزياره، تيجي عنده واحد الصديق ديالو والزوجه ديالو، وشهادة هذا الصديق والزوجة ديالو تيقولوا بأن ذاك النهار إلهام كانت الوقت كامل وهي ساكتة، ومع 23 دقيقة كيمشيو الضياف بحالهم، وتبين بأن قاسم يعني بالضبط ملي مشاو الضياف مشى عاوتاني الكمبيوتر تيقلب على إليزابيث بيتوري الهنغارية السفاحة اللي ب 2000 ضحية يعني في تاريخ الجريمة، وبالضبط مع الخمسة وثلاثاش دقيقة كيتبين بأن إلهام اتصلت بواحد الصديقة ديالها وكيتبين عليها بأنها مضطربة، ومع الخمسة وثمنطاش دقيقة تتبين بأن شي واحد فيهم يعني كان مورا الكمبيوتر تيقلب على حالة الجو ديال الغدا، ممكن تكون إلهام
على حسب الموعد اللي عندها مع المحامي. هذا الموعد اللي كان مع المحامي كان خصها تمشي الجمعة، ولكن يعني اللي فاتت قبل الاختفاء ديالها، هي كيقول اختفت الحد الجمعة كان خصها تمشي عند المحامي، ولكن على حسب كان الجو يعني وسائل النقل معدومة داكشي باش ما مشاتش، وتأجل الموعد ليوم الاثنين. هو هذاك علاش عيطت لصاحبتها باش ترسي معاها يعني على باش ديها عند المحامي غدا. وممكن يعني قاسم ملي شاف فيها الطلاق وشي حاجة يكون هو السبب في الاختفاء ديالها. ومع 25 دقيقة كيتبين بأن إلهام اتصلت مرة أخرى مع ذاك الصديقة باش ترسي معاها يعني على الموعد ديال الغدا. وكيتبين بأن إلهام تبين أنا بأنها في حالة دباز مع قاسم، المهم حالة أخرى مضطربة، وكتصي عليها يعني كتأكد عليها باش توصلها غدا لعند المحامي. ومع 46 دقيقة كتصل مرة أخرى إلهام صديقتها باش تأكد عليها مرة أخرى باش يمشي عند المحامي. يعني كانت ليلة كلها وهي مضطربة، ولكن في هذه المكالمات كتقول راني عيانة وباغا ننعس، راني عيانة وباغا ننعس. وكيف قلنا صاحبنا تصابوا عنده الحبوب المنومة في التقلاب ديال الدار، لقاو عنده كينات ديال النعاس. المهم ومع السبعة كتصل إلهام بالأم ديالها عبر السكايب، يعني ما شافتها في ذاك الحالة قالت لها اتصلي بالشرطة ولا سيري عند الشرطة. إلهام قالت لها ما عندي فين نسمح في ولدي، المهم حتى الغدا. وكتقول ولكنها باغا تمشي غير تنعس. ومع 7:06 كانت مكالمة يعني صغيرة مع أمها. مع 7:06 كتصل إلهام مرة أخرى بصديقتها وكتأكد عليها على حساب الموعد ديال الغدا باش توصلها لعند المحامي. 7:16 كيتبين بأنه تم بحث على مفعول الحبوب المنومة اللي طلقات عند قاسم في الدار. 8 كتصل إلهام مع صديقتها عبر السكايب، وكيتبين بأن إلهام مضطربة ويعني مازال بالبيجامة ديالها وشعرها تيبان، هادشي مع 8. وقاسم تيقول بأنها هذاك النهار اللي اختفت فيه كانت مقطعة شعرها. كيف قلنا هو تيقول بأن هذاك اليوم قطعت شعرها. من المستحيل علاش؟ لأن إلهام أولا في المغرب كانت كوافيرة، يعني كانت حلاقة، ما يمكنش دير ذاك الحالة في راسها هكاك. وكيف قلنا هي كانت خدامة في المغرب كوافيرة، وعن طريق واحد الصديقة ديال كاسبر ديال قاسم تزوج بها سنة 2004 و 2005 طلع على هولندا، يعني سكنوا في واحد المدينة اللي سميتها ألمير، ومن بعد مشاو لواحد المدينة اللي سميتها سيدي بورد. كيف قلنا كانوا في ألمير ومن بعد رحلوا لسيدي بورد. المهم كيفاش هي حلقة وغادي دير داك الحالة في راسها هكايا. المهم 8:16 كيتبين بأنه تم البحث مرة أخرى في الكمبيوتر على مفعول الحبوب المنومة. يعني شنو في رأيكم اللي كان تقلب على هذا مفعول الحبوب المنومة؟ واش إلهام غادي يعني هي اللي كانت تقلب شنو هو المفعول ديال الحبوب، ولا شي واحد عطاها لها وتيشوف المفعول فين غيوصل؟ 9:35 كيتبين بأن تمت مشاهدة مسلسل ديكستر للمرة الثالثة داك النهار على حاسوب اللي كان الكمبيوتر ديال قاسم. وفي 9:35 كتصل إلهام بصديقتها، وكيكون هذا آخر اتصال تتصل به إلهام في حياتها. وحوالي يعني 9:45 واحد الجارة كتقول بأنها سمعت يعني شي حاجة كتجر، حوالي 20 دقيقة وداك الجران تسمع. واش كان قاسم جار الجثة ديال إلهام؟ ولكن هي قالت غير سمعات يعني ما شافتش. المهم
اليوم موالي يعني اللي كان نهار الاثنين كان واحد موعد عند قاسم، ولكن اضطر باش يأجل داك الموعد وما جاب اخبار على اختفاء الزوجة ديالو. المهم مشى عند الطبيب ديال الدار باش يخرج له الحبوب المنومة، وكيتبين في هذا الشيء بانهم اتصل بالزوجة ديالو 5 مرات، وهاد 5 مرات اتصل فيهم غير باش يبين زعما بانني كنت متصل بها. وكيتبين بانه داك النهار اللي اجل فيه الموعد مع صاحبه مشى عند الطبيب ديال الدار كيف قلنا، ومن بعد مشى شرا واحد اللفتين ديال اكياس الزبل اللي تصابت منهم 12 الكيس ناقص. منين سولوهم عليه سي الكيس اكتفوا ما عارفش ما تزيرش، كان تزير غادي يقول الدلائل دابا كلها كيف يعقل المراه غادي تخرج بالليل بلا معطف ديالها ناقص 10 درجات تحت الصفر وما واخده فلوس وسامحة في ولدها اللي في عمره عام وشهرين. يعني من المستحيل هاد السيدة تكون خرجت في هذا الوقت، ما يمكنش. المهم قلبوا يعني في البحيرات الويدان اللي في الجناب ما لقاوش، قلبوا في الدار في الجردة ديال الدار ما لقاوش. المهم سيهم قاسم ولا إلياس غاسبار بعد 9 شهور ديال البحث تخلى السبيل ديالو وردوا الابن ديالو، ولكن فين هي الهام؟ العلم لله. المهم هاد قاسم اللي كان سميتو الياس غاسبار كيف قلنا دخل الاسلام في السبعينات، ولكن شنو كان تيدير في داك السبعينات؟ هاد قاسم تيتصاب بانه كان هجام ديال الابناك وخدا 4 سنين ديال الحبس، ومن بعدها كمل المسيرة ديالو الى حتى توصل عند الهام. المهم قولوا لنا نتوما رايكم في هذه القضية مع الدلائل اللي تصابت كلها ضده، عطيونا حكم عليه، ونترحموا على الاخت الهام الله يرحمها برحمة الله، وتعالى الاخوان ديال الحلقة السابقة فؤاد وكريم. وتل هنا كانت حلقتنا، المهم حتى الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.